والله هاد الصنعه كون نخدموها في شي بلاد اخرى كون راحنا تقاعدنا كون راحنا لاباس علينا والله ضربت تماره في هاد البلاد هادي عافابو تخدم هنا في هاد البلاد عافابو يا ربي باش تعيش كتاكلها باش ما تموتش وصافي درنا القلوبه تيقطعوا لي اللايف ما عرفت علاش بحال ما نعرف اشنو كندير انايا دير القلوبه باش ما يتقطعوش لنا هذا اللايف هذا هو نحيو على الصنايعيه اللي كتفرجوا واخا يكونوا في ديورهم يتفرجوا فينا بعدا يتفرجوا بحرفتهم